السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخنا، رجل اختصم مع زوجته وكانت قد تهيأت له، فقال لها بعد أخذ ورد الكلام، عفوا، ماذا قال وماذا قالت؟ رجل اختصم مع زوجته، أيوة، قد تهيأت له، فقال لها بعد أخذ ورد في الكلام، يعني في مشكلة، كان قال لها إذا نبقى إخوان متحابين، القصد أنه لا يريد التقرب إليها، فهل هذا يعتبر ظهارا أم لا؟ لا يعتبر ظهار. جزاكم الله خير. وياكم.